السلام عليكم. اليوم حبيت نعرفكم بمشروع جديد بولاية شلف، حيث أنه تمت معاينة مشروع إنجاز مستشفى للأم والطفل، اسباس دو ماترنيتي، إذا من طرف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، وكذلك بمعية والي ولاية شلف الجديد. إذا تم معاينة هذا يعني المشروع الجديد، يعني مستشفى الأمومة والطفولة، واللي يظهر أنه بطراز عصري جميل وكبير بما فيه الكفاية، يعني كبير، يعتبر مشروع هام للمنطقة. هنيئا إذا للمستفيدين يعني من هذه الخدمات اللي نحتاج إليها، وإن شاء الله هذه الخدمات تكون في مستوى الطموح نتاع الشعب والإنسان الشلفي. إذن وأترككم مع نهاية الفيديو، والسلام عليكم.